قم للمعلم وفيه التسجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقتي النهاردة مختلفة تماما عن الحلقات اللي قبل كده، وقررت أتكلم في نقطة مهمة جدا أو حاجة بتخص الرأي العام أو الناس كتيرة جدا بتتكلم فيها، وهي التعليم. وبالتحديد عايزة أتكلم بين الفرق ما بين التعليم في مصر والفرق ما بين التعليم في بريطانيا. أنا بقالي كتير جدا بفكر في الموضوع دوت، بس ما كانش عندي معلومات كتيرة كافية، بس جمعت كمية معلومات وأحب إن أنا أعرفها لكم وأقول لكم الفرق ما بين التعليم في مصر والتعليم ما بين بريطانيا، بحكم ان انا كنت بدرس في مصر وبحكم ان انا اشتغلت في المجال ده هنا برضو في بريطانيا، فحابة ان انا اوضح الفرق ما بين هنا وما بين هنا وما بين كمان بحكم ان انا سافرت كمان دول عربية، فعايزة اوضح الفرق ما بين التعليم. والحلقة اهداء لناس مهمة طلبت مني ان انا اتكلم عن الموضوع ده بالتحديد، لانه اكيد هيفيدكم، واكيد اتمنى ان التعليم يتحسن وتبقى بلدي مصر احسن بلد في الدنيا من نواحي كتيره. كلامي ده مش انتقاصا ابدا من اللي بيحصل في مصر ابدا، بس توضيح لعل وعسى كلامي يوصل للناس ويتفهم منه الجانب الايجابي مش الجانب السلبي. سنة كام يا شهر؟ ستة ابتدائي. قولي كم عدد محافظات مصر؟ 29 فاش 30؟ يمكن. سنة كام؟ ستة ابتدائي. طب قولي لي كم عدد محافظات مصر؟ 29. قولي لي بقى 29 كده؟ مطروح وليبيا وزاوية نعيم وجواد حسني وكم البص؟ وكم البص. طب قولي 29. جواد حسني، دمنهور، ابو حمص، زاوية نعيم، الشرقية، ليبيا. 27. قولهم لي كده 27. ليبيا، السودان، مصر، كوم البصل، الزاوية، درامس. كم عدد محافظات مصر؟ قولي لي بقى ال 29 محافظة ايه هما؟ ليبيا، اسيا، اوروبا، افريقيا. طب قولي لي في اي قاره تقع مصر؟ قاره تقع مصر افريقيا. ليبيا. طلعت الاعدادي ازاي من الابتدائي؟ طلع زي الناس. 5 في 5 بكام؟ 10. 9 في 8 بكام؟ 9 في 8 15. طب قولي السبعة في تمانية بكام؟ 13. الخمسة في تمانية بكام؟ خمسة في تمانية بخمسين. السبعة في تمانية بكام؟ السبعة في تمانية. التسعة في تمانية التسعة في تسعة تمانية مية. ثورة 1952 كانت سنة كام؟ 1919. قولي ثورة 1952 كانت سنة كام؟ ثورة 1952 كانت سنة كام؟ طب ثورة 1919 كانت سنة كام؟ طب ثورة 1919 كنت بتكتب ايه في الورقة يعني في الامتحان؟ كنت بنحل اللي فوق تحت واللي تحت فوق. مرحلة البري سكول، هتكلم الأول عن بريطانيا. البري سكول في بريطانيا بتبدأ من ممكن تبدأ من سنتين وممكن من 3 لـ4 سنين على حسب الأهالي عاوزين يدخلوا أنهي مرحلة. في مصر البري سكول أو النيرسري بتبدأ من 3 سنين. التعليم في بريطانيا بيبقى المدة اللي الطفل بيقعد فيها بيقعد من الساعة 9 لغاية الساعة 12. في مصر طول اليوم من 8 لغاية الساعة 3. في بريطانيا بيفضل ان انت ممكن تقعد الساعات الصغيرة دي، لان اكبر قدر من المعلومات بتديها للطفل بياخدها في الفترة ديت، لان الفترة دي مهمة جدا خصوصا فترة الصبح. بعد الساعة 12 العيل ما بيستوعبش حاجة،
وده من خلال تجربتي انا ومن خلال التعليم بتاعي، ان الطفل ما بيستوعبش. فبتبقى المرحلة دي مرحلة او الفترة دي بتبقى لعب وهزار، ما بتبقاش يعني حاجة بيقدر يستفيد منها الطفل او ياخد معلومات. فافضل طريقة لان انت تدي الطفل معلومات تديها له من الساعة 8 او 9 صباحا لغاية وقت الظهر، لان بعد كده يا اما بيبقى عاوز ينام او بيبقى عاوز يلعب. في مصر بتبقى المدة طويلة جدا على استيعاب الطفل، وانا كنت بشتغل في حضانة في مصر او بقدر اقول كيجي، مرحلة كيجي بالتحديد، فكان الطفل بيقعد من الساعة 9 او 8 الصبح لغاية الساعة 3. بعد الساعة 12 الطفل فعلا بيفصل كومبليتلي، بيفصل. فبس انت محتاج تديله انفورميشن كتيرة جدا في مخه، فمش هيقدر يستوعب. فدي المرحلة الاولانية. في مرحلة تانية هنا في بريطانيا اسمها الريسبشن، دي بتبقى بعد مرحلة الكيجي، دي مش موجودة في مصر. الريسبشن ديت بيأهلوا الطفل ان هو هيبدأ مرحلة البرايمر سكول او الابتدائي، بحيث ان هو يتعود على اليوم الطويل، يبتدوا يدخلوا له معلومات وانفورميشن يقدر ياخدها، بس ما بيبقاش فيه تكديس في المنهج بتاعهم، علشان الطفل نسبة التعليم بتاعه لازم يبقى على مراحل عشان يقدر يستوعب. في مصر ما فيش الريسبشن طبعا والمرحلة ديت. بعد كده بيخش في بريطانيا هنا مرحلة اللي هي البرايمري، بتبدأ من يير 1 لغاية يير 6. في مصر نفس الكلام، برايمري بتبدأ من يير 1 لغاية يير 6، بس في بريطانيا ما فيش مناهج بيمشوا عليها، ما فيش كتب بياخدوها، ما فيش حاجات حشو. في مصر بيبقى فيه كتب ومناهج بنمشي عليها مع الأسف، بس في بريطانيا هنا بيبقى فيه زي بلان المدرسة بتحطه لكل سنة من السنين، بتمشي معاها مع الطفل وبيشوف نسبة الاستيعاب بتاعه، بيقدر ياخد ايه وبيقبل ايه، بيبقى فيه كل شهر فيه زي ريفيو للطفل، وبيعمل parents meeting لكل اب او ام، ويتكلموا على نقط القوة في الطفل ونقط الضعف، بس ما فيش كتب ولا اي حاجة بنستلمها خالص للاولاد. في مصر كتب ويذاكر ويقعد يحفظ، وكمية تحصيل المعلومات للطفل بتبقى كبيرة جدا عن استيعابه. فتيجي تسأل الطفل فهمت ايه، ما بيبقاش فاهم، يصدق يخلص سنة، وتيجي تسأله خدت ايه ما يبقاش فاكر، وبيبدأوا معاه من سنة جديدة بمعلومات تانية مختلفة تماما عن السنة اللي قبل كده. التعليم هنا بيبقى متوالي، يعني هو خلص مرحلة في السنة دي، في سنة تانية يكملوا على الحاجات اللي خدها بس بمعلومات اكتر وانفورميشن اكبر. مفيش امتحانات خالص، ما بيدوش امتحانات للولاد، ما بيبقاش فيه امتحان الا في year 6، بيبقى بيسموه الساتس، الطفل بيمتحن فيه عشان يقدروا يحددوا مستواه لما بيطلع الهاي سكول، لان احنا هنا ما عندناش اعدادي، عندنا هاي سكول على طول. في مصر سنة اولى في امتحان، كي جي في امتحان، سنة تانية في امتحان، سنة تالتة ورابعة وخمسة وستة. فبيبقى فيه رعب للاهالي، والاهالي هي اللي بتعاني من كمية الانفورميشن وكمية المعلومات اللي بيدوها للطفل، وبيحشي دماغه من غير إفادة. فأنا أتمنى أن التعليم يبقى الحاجات تبقى هادفة وقصيرة وفي إفادة للطفل عشان يقدر يستوعب كمية المعلومات دي. جزئية رقم 2، عايزة أتكلم عن عدد الفصول. يعني في بريطانيا عدد الفصول بيوصل من 24 طالب ل 28 طالب بيبقوا موجودين في الفصل. انا بتكلم هنا عن المدارس الحكومية، مش بتكلم عن المدارس الخاصة. المدارس الخاصة هنا بتحتاج مصاريف غالية جدا جدا على المواطن البريطاني، فما يقدرش ان هو يدفع، او اي حد عايش هنا ما يقدرش يدفع المبالغ دي، فكلهم بيخشوا مدارس حكومية مش مدارس انترناشونال او امريكان او بريتش زي ما بيحصل في مصر. العدد بيكون من 28 وبيبقى في TA or teacher assistant بتساعد المدرس في ازاي يوصل المعلومة لمجموعة من الطلبة دول، وبيقسموا نفسهم على المجموعة ديت،
وعندي في مصر طبعا في المدارس الحكومية الفصول بتبقى فيها من 40 لـ50 طالب. مدة الحصة في بريطانيا بتبقى من ساعة لساعة وعشر دقايق around the time ده أو الوقت ده. في مصر بتبقى مدة الحصة 45 minutes، فالمدرس طبعا مش هيقدر يوصل المعلومة اللي عاوزها لكل الكم من الطلاب دي. فأنا يعني ببقى عندي رأفة تجاه المدرسين، لأن فعلا وأنا كمان شخصيا عانيت منها، لأن اشتغلت مدرسة، وعشان بس اشتغلت مع كيجي طبعا. كيجي طبعا عددهم بيبقى 24 في مدارس الانترناشونال مش في مدارس الحكومة، وكانت معايا تي اي، وكانت معايا في نفس الوقت حد بيساعدنا في ان احنا بنحاول نخلص اكبر عدد ممكن لتوصيل المعلومة للطفل. يعني كنا 3 في الفصل بنشتغل مع 23 او 24 طالب. انت متخيلين؟ متخيل الفصل الحكومي بيبقى فيه العدد ده كله، بيبقى فيه مدرس واحد بس هو اللي يقدر يوصل معلومة. طبعا في حاجة كمان عايزة اقول عليها بالنسبة للمدرس، يعني المدرس انا ساعات بيصعب عليا، وخصوصا لو بيدي ابتدائي او اعدادي او ثانوي، لان المدرس مهضوم حقه. طبعا انا بتكلم على المدرس السوي، مش بتكلم على المدرس اللي هو الجزار او اللي عامل بيزنس او بيعمل بيعمل دروس خصوصية وبياخد مبالغ كبيرة جدا من الاهالي، وبيبقى فعلا في مشاكل كبيرة بسبب الموضوع ده، او بسبب ان انا سمعت حاليا ان الحكومة ابتدت تحاول ان هي يعني تلغي الدروس الخصوصية وتلغي السناتر وتلغي حاجات كتير. بس اللي انا عايزة اقوله، بريطانيا هنا فيها سناتر وفيها دروس خصوصية، يعني الاتنين واحد. بس هنا المدرس عارف حدوده ايه وعارف حقوقه ايه، وعنده زي رخصة بيشتغل بيها. يا جماعة المدرسين هنا عندهم رخصة بيدفع ضرائب. اتمنى ان في مصر يبقى المدرس عنده رخصة هو كمان، لان هو بيدفع ضرائب، فمن حقه ان يكون عنده رخصة تيتشنج عشان يقدر يشتغل بيها. وان هم اتمنى من الحكومة برضو او من وزير التربية والتعليم انه القرار اللي انا سمعته بان هو عاوز يلغي السناتر وعاوز يلغي الدروس الخصوصية دي، حاجة مش في صالح الطالب ولا في صالح الاهالي، لان في مدرسين اللي هم عاملينها كبزنس ومش عندهم رأفة تجاه اولياء الامور، هيوصل ان هو ممكن يقدر يروح يعمل دروس من ورا الحكومة، وممكن يروح بدل ما بياخد في الطالب 100 جنيه او 50 جنيه للطالب، دلوقتي ممكن تكلفة الحصة ممكن تقف على الاب او الام في حدود 300 جنيه او 300 400 او 500 جنيه. يا جماعة فاتمنى من وزير التربية والتعليم ان هو يعيد النظر في الموضوع ده، وما يحاولش يلغي الدروس الخصوصية ولا السناتر، لانه هيفتح على الاهالي فتحة مش كويسة، وفي الحالة ديت هيبقى الموضوع كبير جدا ومش هيقدر يعمل كنترول عليه، وغصبا عن الاهالي هيضطروا ان هم يخلوا ولادهم ياخدوا الدروس ديت، والاب والام مش عندهم طالب واحد بس، يبقى عنده واحد واثنين وثلاثة، فمش هيقدر يدفع المصاريف دي كلها. فاتمنى ان موضوع السنتر وموضوع الدروس الخصوصية ديت يعني يبقى في اعادة نظر ان هي ما تتلغيش، لان ده مش هيبقى في صالح الاهالي ولا في صالح المدرسين. عايز اتكلم برضو على حتة المدرس، هو وخصوصا المدرس السوي، هو واحد بيشتغل وبيشقى وراتبه كام، يعني راتبه بيبقى بسيط جدا يا جماعة، فلازم يبقى فيه رأفة شوية تجاه المدرس، وفي نفس الوقت فيه رأفة تجاه اهالي اولياء الامور، لان هم برضو بيشتغلوا وبيتعبوا عشان يقدروا يصرفوا على اولادهم، فيبقى المعادلة متساوية ما بين الاهالي وما بين المدرس. يعني فهو بيدي دروس عشان هو محتاج، مش بيدي دروس عشان هو عاوز يفتح بزنس او يكون جزار او عشان في التزامات عليه، هو كمان اب وهو كمان ولي امر، فعنده اولاد بيصرف عليهم وعنده مدارس. فاتمنى ان يبقى فيه رأفة شوية، ويبقى موضوع لغي الدروس او لغي السناتر ما يبقاش حقيقي، او يبقى فيه اعادة النظر فيها. ده رجاء، واتمنى ان كلامي يوصل لوزير التربية والتعليم، ويبقى فيه نوع من انواع الرأفة شوية تجاه المدرس.
عايزه اتكلم برضو على جزئيه برضو ثالثه. اتكلمت على الثانويه العامه. يا جماعه الثانويه العامه في مصر بقت مشكله كبيره جدا لكل الاهالي، وبقت مرحله رعب بالنسبه لكل ام واب ولادهم بيروحوا للثانويه العامه. انا هتكلم على الثانويه العامه في مصر والثانويه العامه في بريطانيا. الثانوية العامة في مصر بقت على تقريبا سنة او سنتين، انا مش متذكرة قوي، واللي بيجيب مواد بيعيد السنة، بيعيد المواد ديت، مش بيعيد السنة سوري، بيعيد المواد ديت وبياخدوا نص المجموع اللي خدوه. فاتمنى ان يبقى فيه رأفة شوية، اتمنى يبقى فيه اعادة نظر في موضوع الثانوية العامة ده بالتحديد. هنا في بريطانيا الثانوية العامة بتبقى في year 11 وهي الGCSE، اسمها GCSE مش اسمها IG. GCSE دي بتبقى خطة او بلان حطاها الجوفرمنت، بتديها للمدرس والمدرس بيحط بلان للاطفال الموجودين او التين ايجرز الموجودين في المرحلة ديت، بيبدأوها من نص سنة التاسعة او year 9، ابتداء من نص year 9 و year 10 و year 11 واخر يير 11، بيحاولوا يعملوا مراجعه للولاد على كل اللي خدوه في المرحله دي كلها عشان ما يديهمش المعلومه كلها في سنه او في سنتين زي ما بيحصل في مصر. فعشان كده بيبقى الولاد مستوعبين قوي الموضوع بيحصل ازاي، بيبقى فيه امتحان كل شويه، بيبقى فيه حاجه اسمها موك اكزام بيمتحنوا فيها، يبقى في حاجه اسمها الفاينل اكزام، بس ان بتوين الموك اكزام والفاينل اكزام بيبقى فيه كلها في المرحله دي بيبقى فيه امتحانات عشان يشوفوا الليفل اللي وصلوا الطفل وبيساعدوه على قد ما يقدر. واخر السنه بيروح وبيعمل الاي ليفل اللي هي في يير 12 و13. يير 12 و13 بيختار المواد اللي بتاهله للكليه اللي عاوز يدخلها اذا كان عايز يدخل كلية ويكمل تعليم عالي. في ناس بتختصر الطريق بتخش الكوليج وهي المعهد زي معهد في مصر، بيدرس كلية تجارة او المحاسب في خلال 6 شهور او سنة كورس بياخده، وبعد كده بيشتغل بيه محاسب. لو عاوز يكمل لليفل اعلى بيخش سنة كمان، فبيدرس كلية تجارة او المحاسبة في سنتين بس مش 4 سنين زي ما بيحصل في مصر. انا طبعا بحاول يا جماعة اوضح لكم الفرق ما بين انجلترا وما بين مصر. انا ما بقولش ان بقلل من شأن مصر او بقول التعليم، انا بتمنى ان احنا نحاول نغير في الحاجات دي ونحاول نحسن من التعليم، لان التعليم هو اساس بلد ومجتمع وثقافة بلد، وهو اللي بيرفع البلد لحاجات اعلى من كده وبيخلي الناس عندهم درايه بحاجات كتير. الجي سي اس اي هنا كمان مش بس انت بتدرس، انت بيخلوا الطفل يعمل حاجه اسمها work experience علشان يأهلوه ان هو ازاي يعتمد على نفسه، ازاي يبقى واحد يعمل ده، وبيعمل كمان سي في، يعني مش ورك اكسبيرينس بس، لا ده بيخلوه يتعلم ازاي يكتب سي في، لان بعد ما بيخلص الاي ليفل بيوري السي في بتاعه، بيوري الورك اكسبيرينس، وممكن يشتغل وهو بيدرس يا جماعه في الليفل دوت اللي هو الاي ليفل ده اللي هو يير 12 و13، علشان لما يجي يخش الجامعه. هما احنا هنا مش بتخش كده يعني سداح ومداح بالمجموع زي مصر لازم تبقى جايب حاجة و90%. في ناس يعني هنا مش بالمجموع، هنا بميولك والمواد اللي انت خدتها وعايز تدي فيها بتقدر تخش الجامعة اللي انت عاوزها، مش بالمجموع، مفيش حاجة اسمها هنا مجموع. ميولك طبية بتاخد المواد بتاعت الطب بتحقق فيها درجات معينة بتخش الطب، يعني مواد للهندسة بتحقق فيها درجات معينة وبتخش هندسة، او لو محاسب او كذا حاجه بعد كده. فهي بتعتمد على ميوله مش بتعتمد على المجموع بتاعه. كم من الناس في مصر بمجموعها بيخشوا كليات وما بيحققوش فيها اللي هم عاوزينه لان مش ميولهم ان هم يخشوا في المجال ده. فلازم نعود ولادنا ازاي يختار الحاجه اللي بيحبها عشان يقدر يدي فيها، وده
طبعا لازم يكون في منظمة التعليم أو منظمة مكونة من وزارة تربية وتعليم، مكونة من ناس بتوصل المعلومة وبتحط المناهج للأطفال، وآخرهم المدرس، وإزاي المدرس يقدر يوصل المعلومة دي للطفل علشان يفهم مش يحفظ. لازم ولادنا يفهموا مش يحفظوا. برضو حتة الجامعة دي برضو عايزة ارجع لها تاني، ان الولاد بيعمل السي في وبيعمل الورك اكسبيرينس، ولما بيجي بيقدم في الجامعة بتاعته لو عايز يدخلها بيعملوا له انترفيو. يعني انتوا متخيلين بيعملوا انترفيو، بيتكلموا معاه وبيشوفوا، بيدوا له تاسك كده بيكتبه، ولما بيحسوا ان هو فيري كونفيدنت او عنده ثقه في نفسه وهو عاوز يحقق ايه، واول سؤال بيسالوه انت عاوز تعمل ايه لما تخش الجامعه دي، يعني واتس ان يور هيد، واتس يور بلان، يعني ناوي على ايه، ناوي تعمل ايه، بيشوفوا طموحه عامل ازاي، وبناء على الاسئله اللي بيسالوها له في الانترفيو بيقولوا ده ينفع يدخل الجامعه او ما ينفعش. اول ما يحس ان الطالب ما عندوش ثقه في نفسه وما عملش اكسبيرينس في اي حاجه في حياته، ولا اشتغل ولا عمل ورك اكسبيرينس، بيترفض وما بيخشش الجامعه. يعني اتمنى ان ده يحصل في مصر، واتمنى ان وزير برضو التربيه والتعليم والناس القائمين على وزاره التربيه والتعليم يعيدوا النظر في الموضوع ده بجد، ويبقى فيه تقدم وتطور في التعليم. التعليم والصحة الاتنين دول من اهم العناصر اللي بتقوي دولة وبتخليها دولة متقدمة وقوية. اتمنى بلدي مصر الحبيبة، بلد 7000 سنة حضارة، انها ترجع وتعيد حساباتها في موضوع التعليم، وياريت نحاول نبني مدارس في كل حتة في مصر، واتمنى ان المدارس الحكومية ترجع ويبقى ليها دور قوي جدا وتبقى اقوى من المدارس الانترناشونال والمدارس الامريكان، لان انا بحس ان المدارس دي انا اشتغلت فيها شخصيا بياخدوا يا جماعة فلوس وتعليم سوري يعني زيرو. انا درست فيها وحسيت ان المدارس او المناهج بتاعتهم مش زي بريطانيا خالص، اللي بيقولك امريكان، اللي بيقولك بريتش، مش زيهم خالص تماما. واللي يقولك ان هو تبع كامبريدج مش عارفة يونيفرسيتي او تبع مش عارفة ايه يونيفرسيتي، خطأ. انا كنت في المدرسة وكنت بدرس وشفت كمية الحشو اللي بيحطوه في دماغ الطفل. فاتمنى من وزير التربية والتعليم ان احنا محتاجين مواد تفيد ولادنا، محتاجين حاجات تنمي دماغهم مش حاجات نحشي دماغهم بيها وفي الاخر ما يستفدوش منها اي حاجة. في جزئية تانية عاوزة اتكلم عليها، موضوع التابلت. التابلت هو مجرد وسيلة فقط لا غير. بمعنى هو زي القلم، زي الماركر، زي الايباد، هي جست وسيلة مش حاجة مهمة جدا وهتفيد العلم او هتفيد الطلبة في حاجة، لان لو ده فعلا ليه تأثير كانت عملت في الدول المتقدمة. هنا يا جماعة مفيش ايباد، مفيش ابدا، شفت في حياتي في مدرسة الطلاب معهم ايباد او بيمتحنوا على ايباد او بيذاكروا على ايباد. ده حتى هنا يا جماعة مفيش كتب، في منهج بيجي من الحكومة للمدرسين، والمدرس بيعمل بلان ويمشيه مع كل سنة بالنسبة للطفل، سواء برايمري سواء هاي سكول سواء مفيش ميدل سكول عندنا اللي هو الاعدادي. فهو منهج بيمشي عليه وبعدين بيكملوه متواصل. يعني مثلا السنة دي خدوا مثلا حاجة عن ال whatever الدين، مثلا لو بيتكلموا في الريليجن مثلا عن الدين الاسلامي وبس واكتفوا بكده، يبقى بعديها كملوا الحاجات اللي بعدها. الدين القبطي بياخدوا كل الديانات عشان يبقوا عارفين ويوسعوا دماغ الولاد اكتر ويبقوا فاهموهم. بياخدوا التاريخ الفرعوني بيتكلم عن مصر، وبياخدوا الولاد يودوهم ميوزيومز عن مصر، فالولاد بيبقوا عندهم
حب للبلد وحب للحضارة من قبل ما يعرفوا، بيبقوا very excited قوي، وبيطلبوا من أهليهم ان هم يودوهم مصر عشان يشوفوا الأهرامات والحاجات دي. فأتمنى ان ده يحصل في مصر. يعني انا هتكلم مثلا في مصر عن الدين القبطي، فأتكلم واشرح للولاد مثلا، او الدين الإسلامي او الدين اليهودي، فأتكلم واشرح واخلي الولاد تشوف الطفل او التين ايجرز او اليانج ادلت، لما تشرح وتقول ده المعلومة بتثبت بنسبة معينة، انما لما تشرح وتخليه يشوف فالمعلومة بتثبت بنسبة كبيرة جدا. فأتمنى ان يبقى في خطط معينة تتحط في للطلبة والكل سنة، علشان يبقى هو ده التعليم، حاجة نبقى بنذاكرها وبنشوفها عشان المعلومة تركز مش حفظ بس. معلش وجعت دماغكم النهاردة بكمية المعلومات دي، وحاولت اديكم انفورميشن كتير جدا عن الفرق ما بين التعليم ما بين مصر وبريطانيا، لان انا حابة ان انتوا تشوفوا الفرق، واتمنى ان مصر بلدي تتغير، اتمنى ان المدرس ياخد مكانته ووضعه، بس المدرس اللي احترمه اللي ما بيتجرش بالوظيفة بتاعته، ويكون معتدل في الفلوس اللي بياخدها، ويكون عنده رأفة بالناس ورحمة. والسناتر برضو اتمنى كده، ويا جماعة اتمنى ان في مدرسين يعملوا حاجة الناس اللي ما تقدرش تدفع دروس، اتمنى ان المدرس يحاول يساعد ان شاء الله حتى كل 3-4 اولاد يقدروا يدفعوا. عندك ولد ما يقدرش يدفع، حاول ما تاخدش منه الفلوس بتاعت الدرس، واعملها زكاة عن نفسك وعن بيتك وعن اهلك، وحس بيهم ان هم برضو الله يكون في عونهم. اتمنى ان مصر تبقى احسن بلد في الدنيا في التعليم وفي كل حاجة. اتمنى ان التابلت يتعاد النظر فيه لانه مش مهم وملوش اي ضرورة خالص. اتمنى ان ما بقاش في كتب خارجية، على فكرة هنا في كتب خارجية بس الناس مش بتشتريها، او المدرسين ما بيقولوش يا جماعة روح اشتروها لان هي ملهاش لازمة، بيجيبوا لهم حاجات وبيطبعوها، بيخلوا الولاد يقعدوا يذاكروها لان هم يهمهم مصلحة الولاد. فبلاش الدروس، لا بلاش الكتب الخارجية لان هي ملهاش اي لازمة. اهم حاجة ان الامتحان يجي من الكتاب المدرسة او من المنهج اللي انت بتحطه. اتمنى ان يبقى في مدارس اكتر تتعامل في مصر، واتمنى ان يبقى في اهتمام بالمدارس الحكومية، وترجع مصر ام الدنيا لان هي ام الدنيا وهتفضل طول عمرها ام الدنيا، بعلمها بدكاترتها بمهندسينها بكل الناس الحلوة فيها، بالعامل بالبنا بكل الناس اللي بتحاول ان مصر تبقى احسن دولة في الدنيا. واقول لكم استنوني ان شاء الله في الحلقة الجاية. قلت كتير واكيد لسه في مواضيع كتير ان شاء الله ناوي اتكلم عليها، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في امان الله.